السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين على فاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا الى ملعب داسيا ارينا في مدينة اودين ومجريات مباراة يودينيزي امام يوفنتوس. اليوم الموعد سيكون مع التتويج ان تمكن فريق اليوفي من الفوز بعد التعثر البارحة بالنسبة للانتر وبعد التعثرات المتتالية والمتعاقبة لاتلانتا والانتر ولاتسيو، الثلاثي الذي حاول ولكنه لم يقدر اللحاق باليوفي قبل اربع جولات. يعني بالنسبة لليوفي هذه وثلاث مباريات أخرى، اليوفي قد يحسم اللقب اليوم أمام أشبال المدرب لوكا غوتي مدرب نادي يودينيزي بقيادة ماوريزيو ساري الذي يتوجه نحو تحقيق أول لقب له، أول لقب دوري له بالنسبة للمدرب. الفريق اليوفي اليوم طبعا من دون بونوتشي ومن دون كيليني، واحد للإصابة والثاني للعقوبة، يلعب اليوم تشيسني في حراسة لباس المخطط بالأسود والأبيض، اليوفي بلباس الكرة الإيطالية عموما ومع اللعب في نادي كبير. رونالدو رمسي رونالدو وبين أحضان الحارس، هذا الذي لا يتوقف عن الإبداع ولا يتوقف عن التهديف. هذه مرة ثانية لرونالدو، رونالدو كرة وضعت جسرة زيكلار في القائمة الثانية بعيدة كثير وسهلة لألكساندرو، التوزيع خطيرة والقائم يا سلام، خطيرة اللعبة والقائم يصد هذه الكرة. كانت ممتازة، التوزيعة في القائمة الثانية والتغطية الدفاعية عن طريق جاء ليشهد تتويج فريقهما هنا. حاحية تيرافيست بعيدة، تيرافيست تماما في القائمة الثانية يلحق عليها من هنالك كانسيما قبل ما تخرج. دفاع نوتشينك كاد يباغت حارس ركنية ثانية مرة أخرى. باولو ديبالا اولالا، رائع جدا من باولو ديبالا، يضمن رسميا التتويج باللقب التاسع على التوالي، الرقبتين البارسا 26 ومان يونايتد 20. رونالدو استلم على جهة اليسرى، حاول ليمون رامسي مرة ثانية في المراوغة، حاول ليمون لم يتمكن، ديبون في الاسترجاع، الكرة الأرضية ممتازة خطيرة الكرة هذه، الاستناد على نيستوروفسكي المقدوني. أعطونا الصورة مكبرة مرة ثانية نشوفها، باولو ديبالا ينفذ هذه المخالفة بشكل رائع وبين أحضان الحارس، عجل كتر محاولة المرور كرة بينية وصلت تسديدة من كانسيما، كرة صعبة لصنع ناصر اودينيزي، أرضية خطيرة تسديدة من نيستوروفسكي، راحت هذه الكرة ريحة وتسترجع من هنالك. خطيرة أكثر، أم الذي لا يتوقف يكون أفضل. رونالدو استلم الكرة، أوبا با 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 رائعة يا سلام، رونالدو استلم وسدد بروعة من هنالك على يسار خوان موسو من هذه الزاوية، كم هي حلوة وجميلة، واو رائعة جدا هذه الكرة من كريستيانو، من الآلة التي لا تتوقف عن التهديف. ثلاث رامسي في خطأ، نعم يصبر على الصغير عموما والقوي. يا سلام، باولو ديبالا استلام رائع بصدر والتسديده باليسرى، رائع الكره هذه متسلل، كان في وضع التسلل باولو ديبالا. ما زالت الخطوره من هنالك لصالح يودينيزي والحارس تشيسني كان قريب من اللقطه. صعبة لصالة عناصر يودينيزي والانطلاقة من قبل اللاعب اوكاكا، بعيدة يا اوكاكا هذه الكرة. رابيو رونالدو، يدخل رونالدو، رونالدو باليسرى التسديدة وبين احضان الحارس موسو، والراسية من هنالك من بيكاو دي ليخت قوية وجول، دي ليخت بقوة وجول، رابع اهداف الهولندي مع اليوفي، قوة كبيرة
تركيز كبير، ركز مع الكرة وسددها في الزاوية اليمنى لموسو، يهز الشباك ويفك الشفرة، ما لم يقدر عليه ديبالا ورونالدو برناردسكي ورامسي ورابيو وبنتانكور، يفعله صغير هولندا كبير اليوفي ماتياس ديليخت بهذه القوة. واو، عندما تأتي من بعيد وتركز بهكذا تسديدة أرضية زاحفة. الدوري الفرنسي توقف، كانت 4 دقائق المعدل في كل شوط، يعني في الشوط الثاني المعدل 5 دقائق. بونوتشي وكيليني الثاني، ديبالا ديبالا وما زال رونالدو. اليوم بتشيسني في الحراسة، كرة بعيدة وتغطية دفاعية من قبل المدافع الهولندي نويتينك يخليها تخرج ضربة مرمى. اليوفي بتشيسني، دانيلو، ألكساندرو، ديليخت، رفقة تخمت على مليات وخطيرة وتشيسني، كرة خطيرة من نيستوروفسكي وتشيسني يتمكن من التقاط هذه الكرة. هاي اللعبة وضعي تسلل أم لا؟ ديبالا والكرة جانبية، رونالدو ديبالا والكرة جانبية، خطف جدا ودانيلو تفوق عليه، خطيرة، بابا بابا روعة، جول في مندى الروعة، نيستوروفسكي يسجل هدف التعديل في الدقيقة 7 من انطلاقة الشوط الثاني في لعبة كانت تميزت بحوالي ما لا يقل عن 10 تمريرات متتالية بين لاعبي دينيزي، سجلوا هدفا في مندى الروعة في القائمة الثاني من قبل نيستوروفسكي، اللاعب المقدوني يسجل هدف ولا أروع، هدف الثالث هذا الموسم بروعة. يا سلام، التمريرة كم كانت رائعة، دو الدفاع يخرج الكرة، ديبول لم يقدر، وباولو ديبالا في صراع، خلت دو التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق زيخلا تضيعها، والحكم خلى اللعب تروح مباشرة لسيكو فوفانا. لا ولا لا، السويدي يستفيد من ركنية كبيرة جدا، وركنية كشر عن أنياب فريق يودينيزي في بداية هذا الشوط الثاني، تمكن من التعديل وهو يبقي مرة سلامات. يوفي في حاجة إلى نفس آخر، هل النفس سيضيفه بلاثرا؟ تروح لرابيو، أعتقد بأنه فوفانا ساقط، وانطلق دوغلاس على الخط من أمام نيستوروفسكي، يلعب لروغاني، روغاني مع بنتانكور، بنتانكور ممتازة لديبالا، ديبالا يرجع لديليخت، سرعة في الأداء لتباغت دفاع يودينيزي، هو خروج موفق من أمام كاكا، يبدأ سجل هدف التعديل لصالحي. الزيخلار ودوغلاس كوستا تفوق عليه، يرجع للخلف، دخول اللاعب ينس لارسن، مباشرة لفوفانا من أمام ألكساندرو، ألكساندرو تفوق، ساندرو يوصلها مباشرة للرابيو، محاصر رابيو، رابيو هدف كان رائعا جدا من قبل لاعبي نيستوروفسكي، على غرار هدف ديليخت من تسديدة على خط، وتروح في التماس، سلمها باليمنى، حب يهرب من المراقبة رونالدو، يبحث عن التسديد من بعيد لموسو، حارسو، قوية التسديدة من رابيو، قوية التسديدة من رابيو ولكن عالية. تغيير في تشكيلة يودينيزي، الكرة عالية، كرة عالية، ركنية ولا ضربة مرمى؟ يبحث عن كوادرادو يسدد والكرة في الركنية، والرأسية من هنالك من بيكاو، ديليخت قوية وجول، ديليخت بقوة وجول، رابع أهداف الهولندي مع اليوفي،
قوة كبيرة وتركيز كبير، ركز مع الكرة وسددها في الزاوية اليمنى لموسو، يهز الشباك ويفك الشفرة، ما لم يقدر عليه ديبالا ورونالدو برناردسكي ورامسي ورابيو وبنتانكور، يفعله صغير هولندا كبير اليوفي ماتياس ديليخت بهذه القوة. واو، عندما تأتي من بعيد وتركز بهكذا تسديدة أرضية زاحفة. الدوري الفرنسي توقف، كانت 4 دقائق المعدل في كل شوط، يعني في الشوط الثاني المعدل 5 دقائق. بونوتشي وكيليني، خطيرة، بابا بابا، روعة، جول في مونتا الروعة، نيستوروفسكي يسجل هدف التعديل في الدقيقة 7 من انطلاقة الشوط الثاني في لعبة كانت تميزت بحوالي ما لا يقل عن 10 تمريرات متتالية بين لاعبي دينيزي، سجلوا هدفا في منتهى الروعة في القائمة الثاني من قبل نيستوروفسكي، اللاعب المقدوني يسجل هدف ولا أروع، هدف الثالث هذا الموسم بروعة. يا سلام، التمريرة كم كانت رائعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.